انطلاقا من حرص وزارة شؤون الإعلام على إبراز الرياضة البحرينية بشكل عام ورياضة كرة القدم بشكل خاص، وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، كثفت الوزارة جهودها خلال الفترة السابقة عبر التنسيق وإجراء اتصالات موسعة مع كبرى شركات النقل التلفزيوني، وذلك لبث منافسات كرة القدم بصورة احترافية وعالية الدقة. وتم صباح أمس توقيع اتفاقية النقل التلفزيوني لمباراة كرة القدم مع الشركة العالمية للدعاية والإعلان المتخصصة في الانتاج الرياضي لتتولى عملية النقل التلفزيوني لكأس جلالة الملك المفدى ودوري ناصر بن حمد الممتاز خلال الموسم المقبل، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام وسعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، حيث تم ترسية مشروع النقل التلفزيوني على الشركة العالمية التي تعتبر من كبرى الشركات في مجال نقل المباريات لكرة القدم، وتتولى حاليا نقل وتصوير مباريات الدوري السعودي وعدد من الأنشطة والفعاليات العالمية. جدير بالذكر بأن الاتفاقية التي أبرمتها وزارة شؤون الإعلام رسميا مع الشركة العالمية ووقع عليها كل من السيد عبد الله خالد الدوسري الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون والسيد بدر صالح بن سراء نائب الرئيس التنفيذي للشركة العالمية، تتضمن بنودا لنقل مباريات كرة القدم بكاميرات متخصصة عالية الدقة، وهي ذات الكاميرات المعتمدة في نقل وتصوير أشهر الدوريات الأوروبية. من جانبه أكد سعادة السيد علي الرميحي وزير شؤون الإعلام بأن الاتفاقية تعتبر نقلة نوعية في نقل الأحداث الرياضية، مشيرا إلى أن وزارة شؤون الإعلام تولي الرياضة اهتماما خاصا، معربا عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تتميز كونها ستساهم في تطوير الكوادر الفنية البحرينية الشابة، وستضفي على مسابقاتنا الرياضية زخما خاصا عبر النقل الاحترافي، خاصة في ظل الإنجازات والمراكز المتقدمة بالإضافة للأهداف المتقدمة لكرة القدم في البحرين التي لابد أن تتحقق من خلال توفير الدعم في كافة المجالات، وذلك تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ودعم ومتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرامية إلى تطوير المسابقات المحلية الرئيسية المتمثلة بكأس جلالة الملك المفدى ودور ناصر بن حمد الممتاز. من جانبه أكد سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم أن الاتحاد يفخر باتفاقية النقل التلفزيوني لمباريات مسابقتي كأس جلالة الملك المفدى ودوري ناصر بن حمد الممتاز كونها خطوة تاريخية ولافتة باعتبارها الأولى على مستوى الاتحادات الجماعية. طبعا ما في شك بأن القطاع الرياضي في البحرين يحظى برعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك المفدى ومتابعة حثيثة ودائمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. الإعلام شريك أساسي في أي عمل وطني. القطاع الرياضي قاعد يحقق إنجازات نفخر فيها جميعا، فلذلك جاءت هذه المبادرة من وزارة الإعلام توقيع اتفاقية لنقل تلفزيوني محترف متخصص للدوري وكاس جلالة الملك. وأعتقد مثل هذه المبادرات راح تكون فيها إضافة كبيرة لنا إحنا كإعلام وللقطاع الرياضي بشكل عام، وهي فرصة كذلك للشباب البحريني والكفاءات اللي موجودة عندنا في القناة الرياضية الاستفادة من هذه التجربة. إحنا فخورين الحقيقة بالشباب البحريني الموجود، وفي نفس الوقت نعطيهم فرصة للاستفادة من تجارب الآخرين. حريصين كل الحرص على أن نظهر كل ما هو يحق لنا أن نفخر فيه، واليوم الرياضة في البحرين تحقق الكثير من الإنجازات، فهذه فرصة أن مثل هذه الإنجازات تعكس على الإعلام. فالشكر للجميع، ونتمنى مثل هذه المبادرات في جميع القطاعات سواء الإذاعة أو التلفزيون أو حتى الصحافة تستمر لتقديم ما هو أفضل دائما. شرفنا اليوم أن نتواجد في إعلان هذه الاتفاقية ما بين وزارة الإعلام وشركة العالمية، طبعا شركة عريقة وشركة معروفة في مجال الرياضي، وهذه الشراكة تعطينا إضافة كبيرة وتعطي الوزارة إضافة كبيرة في الشركات الاستراتيجية لنقل إلى مرحلة متطورة جدا من العمل. طبعا بالنسبة لنا كالاتحاد، طبعا نحن نعيش هذه الأعوام وهذه الأيام
أعوام نمو وخير وبركة على مملكة البحرين وعلى العهد الرياضي بقيادة سيدي سمو الشيخ ناصر وتوجهاته، وكل هذه تصب في رؤية سموه، كذلك رؤية سمو الشيخ خالد في نقل الاتحادات إلى مرحلة متقدمة. إن شاء الله نعدهم بالأفضل، سواء الأخوان في الوزارة، الجمهور الكريم. سنسخر بإذن الله كشركة عالمية جميع الإمكانيات والتقنيات على أعلى المستويات، سواء عربات النقل التلفزيوني، عشان نرضي الجمهور الكريم باللي يليق فيه بإذن الله.